السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الدورة الخاصة بنظام إدارة المحتوى ووردبريس، في الدرس السابق قمنا بتحميل الإكزامب، وهو البرنامج الذي يمكننا من إعداد السيرفر المحلي الضروري لتشغيل الووردبريس. الموقع الخاص بتحميل الووردبريس هو wordpress.org. يكفي أن تقوم تذهب إلى محرك البحث وتكتب ووردبريس. طبعا هناك الكثير من النتائج، هناك wordpress.com هو الخاص بإنشاء ووردبريس المجاني، وهذا سوف أقوم بشرحه فيما بعد، والفرق بينه وبين wordpress.org. الذي يهمنا الآن هو wordpress.org، هذا هو المنصة الخاصة بووردبريس، حيث يمكنك تحميل إضافات القوالب والحصول على الدعم الفني. بعد الدخول إلى موقع wordpress.org نقوم بالذهاب إلى النسخة العربية من هنا. الآن سنحمل نسخة ووردبريس، تحميل ووردبريس الإصدار 4.8. ننتظر حتى تنتهي عملية التحميل. التحميل انتهت. إذن عملية التحميل انتهت. سوف نذهب نقوم بفك الضغط عن الملف. أولا سوف نذهب لمكان الووردبريس الملف المضغوط لتكون الأمور واضحة بشكل أفضل. إذا هذه هي النسخة التي قمنا بتحميلها، سوف نرسلها لسطح المكتب. إذن هذه هي النسخة، سوف نقوم ب نسخها هكذا. ندخل إلى متصفح الملفات، نذهب إلى الحاسوب ثم القرص ثم إكزامب ثم HD Docs، وهنا سنقوم بلصق النسخة الخاصة بووردبريس، وسنقوم بفك الضغط عنها هنا Extract here. تستطيع أن تقول أن هذا هو المكان الذي يجب أن تقوم بنسخ أي ملف، أي موقع يعمل بلغة PHP. الحاسوب، قرص الصلب، إكزامب، ثم HD Docs. عملية فك الضغط انتهت. سنقوم بحذف النسخة المضغوطة. وهذه هي ملفات الخاصة بووردبريس. للدخول للموقع نذهب من هنا localhost/wordpress. طبعا لن يعمل الآن. إذا localhost ثم ملف أو مجلد ووردبريس. الموقع لا يعمل الآن، لماذا؟ بكل بساطة لأن الويب سيرفر غير شغال. سنقوم بالدخول من الطريقة الاعتيادية، شعار ويندوز، ثم ننزل للأسفل، إكزامب، ثم إكزامب كنترول بانل.
سوف نقول بش... نقوم بتشغيل الويب سيرفر اباتشي ستارت وقاعدة البيانات ماي اس كيو ال ستارت. اذا اشتغل الويب سيرفر وقاعدة البيانات، سوف نقوم بإعادة التحميل. اذا اشتغل السكريبت. طبعا السكريبت يحتاج لكي يعمل يحتاج لمجموعة من الأمور، يحتاج أولا لاسم قاعدة بيانات، لاسم المستخدم، كلمة المرور، واسم المستضيف. للحصول على هذه المعلومات بسيطة للغاية، نكتب لوكال هوست بكل بساطة بهذه الطريقة، ونذهب هنا بي اتش بي ماي ادمن. نذهب هنا إلى database ونكتب اسم قاعدة البيانات، يعني هذه واجهة رسومية للتحكم في قواعد البيانات MySQL. نكتب مثلا WP test، مثلا WP test. هنا تكتب اسم قاعدة البيانات، اكتب أي اسم تريد، ثم نكتب ننقر على create. الآن سنعود لصفحة التنصيب، سوف ننقر على ابدأ الآن. طبعا هناك طريقة أخرى لتنصيب الووردبريس، وهي تنصيب الووردبريس يدويا عن طريق تعديل على ملف الكونفيج. سوف أترك هذه الطريقة فيما بعد، والآن فقط سنعتمد على الواجهة، لن نصل إلى الملفات، سنتركها فيما بعد. ننقر على ابدأ الآن. اسم قاعدة البيانات كما هو كتبناه من قبل، wp-test كما هو موضح. اسم المستخدم، اسم المستخدم الذي يأتي مثبتا أو معدا مسبقا مع برنامج زامب هو root. إذا كنت قمت بتحميل كزامب، فجميع نسخ كزامب لديها اسم مستخدم واحد وهو روت. إذا كنت استخدمت برنامج آخر فابحث عن اسم المستخدم الافتراضي. كلمة المرور، لا توجد كلمة المرور بكل بساطة. لماذا؟ لأن كزامب يأتي بدون كلمة مرور، سنتركها فارغة. اسم المستضيف هو لوكال هوست، وبادئة الجداول سنتركه كما هي لوكال هوست. إذا WP test كاسم لقاعدة البيانات، اسم المستخدم روت، كلمة المرور فارغة، اسم المستضيف لوكال هوست، وبادئ الجدول WP نتركها كما هي. نقوم الآن بإرسال. إذا رائع، لقد قمت بإنجاز المطلوب. لقد قمنا بالخطوة الأولى. الآن سنبدأ بالتنصيب. اسم الموقع مثلا مدونة ووردبريس، أي اسم تريد. اسم المستخدم مثلا WP blog. كلمة المرور مكتوب أي كلمة تريد، تأكيد استخدام كلمة المرور ضعيفة لأنه بكل بساطة على سيرفر محلي. طبعا عند رفع الووردبريس على استضافة مجان استضافة حقيقية يجب وضع كلمة مرور قوية. البريد الإلكتروني لكي تتمكن من التحكم بالووردبريس واستلام جميع التحديثات، تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك، مثلا أي بريد تريد. سأكتب بريد غير حقيقي لأن هذا فقط للتجربة. منع محركات البحث من أرشفة هذا الموقع، لا تقم بتحديد هذا الخيار، سوف أقوم بشرحه لأنه مهم. سوف أقوم بشرحه عندما نصل للجزء الخاص بالأرشفة، أرشفة الموقع في محرك البحث. تنصيب، والآن نقوم بتنصيب ووردبريس.
إذا تم النجاح. الآن سنقوم بتسجيل الدخول، نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور دخول. إذا هذا هو ووردبريس، هذه الواجهة الأساسية. طريقة التنصيب كما رأيتم سهلة للغاية جدا. إذا واجهتك أي مشكلة يمكنك طرحها في التعليقات، وسوف أقوم بمساعدتك. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نقوم ببعض التعديلات وبعض الخطوات التي يجب القيام بها بعد عملية التنصيب.